تشبه الانتخابات، هكذا وصف البعض اليوم الأول من الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية في مصر والتي شملت 14 محافظة. فقد حضر القضاة والشرطة والجيش ومندوب المرشحين، وغاب المواطنون الذين لهم حق التصويت في تلك الجولة، والذين يزيد عددهم عن 27,400,000، وغابت المعارضة. وهذا ما تعكسه الصورة وما تقوله وسائل الإعلام المحلية المختلفة المؤيدة للسلطة. انت اخترت انك تقعد في البيت ترقع في صوابعك، ممكن تكون قعدت لأسباب اخرى، ربما مش عاجبك الاوضاع السياسية، ماشي يا سيدي. تقول الأرقام إن 16,000 قاض يشرفون على عمليات الاقتراع، فيما يؤمنها 415,000 ضابط ومجند من الجيش والشرطة، ولا شيء فيها يلفت الأنظار سوى ضعف الإقبال والعزوف شبه التام للشباب، فمعظم من شاركوا كانوا في خريف العمر. الصورة تعكس الرفض أكثر مما تعكس التأييد، رغم خروج السيسي يلح على المواطنين بالمشاركة في الانتخابات. أدعوكم جميعاً رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، فلاحين وعمالا من كافة ربوع الوطن، احتشدوا من أجل الوطن. يراه البعض استفتاء حقيقيا من رجل الشارع على النظام القائم حاليا، ويرجع محللون عزوف الناس إلى أن في كل حارة حسرة على سجين أو قتيل. يبدو الفارق واضحا بين ما يجري وما كان في أول انتخابات برلمانية جرت بعد ثورة 25 من يناير. طوابير امتدت حينها مئات الأمتار تحت الأمطار رغم قسوة البرد، فدفء الحرية وقتها حمل الجميع على الخروج. مقارنة تطرح سؤالا، هل تستوي ثورة سيفها كان لك بانقلاب سيفه أثكلك؟